المنتهية ولايته دونالد ترامب. لقد فاجأناهم من قبل هذه السنة وخلال الانتخابات كانت هناك الكثير من المفاجآت، وبالمناسبة كانت هناك مفاجآت أخرى. ومجددا أريد أن أشكركم ويشرفني أن أشارك أمامكم أمام آلاف الأمريكيين الذين يلتزمون بالانتخابات الأمريكية وبانتصاراتنا الجمهورية. كل الموجودين هنا اليوم يريدون أن يروا كل إنجازاتنا مقابل الديمقراطيين والذين لا يصدقون الأخبار المزيفة التي تنتشر. نحن لن نستسلم أمام أي من هذه الأفعال. دولتنا واجهت الكثير من الصعاب ولكننا لن نركع بعد الآن. وسنستعمل المصطلح الذي نعرفه جميعا هنا، وهو أننا سوف نوقف ونضع حدا للسرقة. اليوم سوف أعرض أمامكم بعض الإثباتات بأننا ربحنا الانتخابات وبأننا خلافا على ما نشر. نحن أحيانا كنا نضحك ولكن ليس هناك أي نكتة حيال هذا الأمر. نحن أصلا ربحنا بفارق شاسع. أكثر من 75 مليون شخص صوت لحملتنا الانتخابية، وكان هناك 12 مليون شخص أكثر من الأربع سنين السابقة. وقد قالوا لي، نحن نعرف أننا سوف نقوم بهذا بشكل جيد، ولكننا حصلنا على أرقام أكثر بكثير مما حصلنا عليها قبل 4 سنوات. ليس هناك أي فرصة لأن نخفق أو نخسر هذه المعركة. اليوم وصلنا 75 مليون شخص ويقولون أننا خسرنا ولكننا لم نفعل. وبالمناسبة، هل يصدق أحدكم أن جو فعلا حصل على 80 مليون صوت؟ نعم، ربما أصوات محوسبة ومزيفة، ولكن لم يكن أمرا كذلك في الواقع. انظروا إلى هذه الانتخابات الصادقة التي مررنا بها في هذه الدولة. حتى عندما ننظر إلى هذه الأرقام الليلة الفائتة، كنا نراهم كالجبناء برؤوس مطأطأة. لم نمر بشيء كهذا. لن نتيح لهم أن يسكتونا. لن ندع لهذا بأن يحدث. شكرا لكم. ويسعدني عشرات آلاف الأشخاص الموجودين هنا. أريد أن أشكركم، أريد أن أشكر طواقم الشرطة التي تقوم بأسمى المهام هنا. شكرا لمشاركتكم معنا. هل هذا ممكن أن ينضموا إلينا لنراهم؟ أريد أن أقول لك رودي أيضا أنك قمت بعمل رائع. هو جريء جدا. هل تعرفون ما معنى هذا؟ أنا أعرف الكثير من الأشخاص الجمهوريين الذين يتمتعون بجرأة كبيرة. أريد أن أشكرك جدا يا جان. جان هو أحد العباقرة في هذه البلاد، وقال لي أن هذا الأمر رائع الذي تمر به البلاد، وأقسم أنه سوف يقوم بالأمر الصواب. أنا آمل ذلك، لأنه إذا قام مايك بنس بهذا الأمر سوف نربح الانتخابات. وكل ما عليه أن يقوم به هو من الأمور الأساسية هي الثبات والولاء لهذه البلاد. هذا الأمر الصواب الذي يجب أن نقوم به، أن ندعم بلادنا وأن نحمي بلادنا ونحمي سياستنا.
الولايات تريد أن تصوت بشكل مستقل. هم صوتوا لهذه الانتخابات والآن يريدون أن يتلقوا نتائج ما صوتوا له. علينا أن نرسل هذه النتائج إلى هذه الولايات لكي ونحن وفق هذه النتائج نحن انتصرنا في هذه المعركة الانتخابية وأنتم من صوتتم. وأنا تحدثت مع مايك وقلت له أن هذا الأمر لا يتخذ فقط الجرأة، ولكن الجرأة هي ألا نقوم بأي شيء. لذلك نحن نرى علينا أن نتعايش مع الكذبة التي تقول أننا خسرنا الانتخابات. علينا أن نتعايش معها لأربع سنوات من اليوم. أريد أن أشكركم جميعا على الحب غير المشروط. لم يكن أمرا كهذا من قبل، لم نحظى بهكذا أمر. هذا الحب غير المشروط للدولة أيضا، لبلادنا الرائعة. شكرا جزيلا لكم. بالمناسبة هذا الحشد يستمر إلى نهاية الشارع، لا يمكنني أن أرى نهاية لهذا، ولكن للأسف الصحافة ليست موجودة هنا لتغطية الحدث. لكن انظروا إلى الحشد الموجود، لفوا كاميراتكم والتفتوا إلى الخلف والتقطوا صورة للحشد الموجود وضعوا انشروا هذه الصور على التلفاز. انظروا إلى الحشد. لا تقلقوا، لن نغير الاسم الموجود. كانوا يريدون أن يغيروا اسم جيفرسون، ولكننا لن نقوم بذلك. لا يهمني إن كان شخصا ذلك هناك، ولكن لن يتغير الاسم. إن كانت تغيرت الإدارة سوف نرى الكثير من الأمور السيئة التي يمكن أن تحصل. يمكنه أن يغيروا الاسم أو أن يغيروا التمثال المنصوب هناك، ولكننا نعرف من هم أبطالنا على مر السنوات، ولا يمكننا أن نوقف ذلك. يمكنهم أيضا أن يستغلوا رودي في مدينة نيويورك. يريدون رودي أن يعود إلى نيويورك، ولكننا يمكننا أن نجلب شخصية مستنسخة عن رودي الصغير.